السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول المقارنة ما بين كليتي التربية والتربية الرياضية، نظرا ان كتير جدا بيستفسر بخصوص ادخل كلية التربية ولا ادخل كلية التربية الرياضية، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم هذا الامر. في البداية هتلاحظ بان كتير جدا من الشباب بيقبل على التخصصات المختلفة، تخصصات زي كلية التربية والتربية الرياضية، كتير جدا بيكون لديهم اهتمام بدخول مثل تلك التخصصات، لكن هذا الامر بيواجه به مجموعة من النصائح، وكتير جدا بيجد نفسه مشتت، ادخل يا ترى الكلية دي ولا الكلية دي، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم ايهما قد يكون انسب ليه. هنلاحظ هنا واحنا بنبدأ المقارنة ما بين كلية التربية والتربية الرياضية ان ده بيعتمد على مجموعة من المحددات التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. اول واهم طبعا عنصر هو عنصر التنسيق. طبعا التنسيق بيمثل عامل اساسي جدا، لو انت درجتك فقط جايبة تربية رياضية ولا انت درجتك فقط جايبة تربية فقط، ده هيمثل عامل رئيسي وحاسم في اختيارك، نظر انك في هذه الحالة مهما عملنا من محددات اخرى فانت في الغالب هيتم اختيار الكلية التي تم وجودها داخل التنسيق بتاعك. فلو انت جبت على الاقل تربية او جبت تربية رياضية فانت في الغالب هتتوجه نحو التربية الرياضية، نظر ان التربية تكون اعلى من مجموعك. لكن في حالة ان كان مجموعك لديك اكبر من كلية التربية الرياضية وكذلك كلية التربية، فالفيديو ده يجب ان انت تشاهده جيدا، نظرا لان احنا نتناول ما بعد التنسيق مجموعة من المحددات التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار. بعد ما تناولنا الجانب الخاص بالتنسيق، من المهم ايضا الا نهمل الجانب الخاص بالميول والاهتمامات، نظرا ان كتير جدا لا يمكن ان هو يهمل هذا الامر، وللاسف بنلاقي كتير جدا في الوقت الحالي يقول لك سيبك ان انت بتهتم ايه وبتحب ايه، انت مجموعك جايب ايه وادخله او اهلك شايفين ايه. طبعا ده من اسوأ الامور التي يمكن ان يتم الاعتماد عليها، ولكن احنا من وجهة نظرنا ان الميول والاهتمامات بتمثل جزء كبير جدا ورئيسي، ويجب ان يتم اخذه في الاعتبار وبشكل حاد جدا، نظرا انه بيلعب دور مؤثر جدا في عملية الاختيار. الحين فكرة الميول والاهتمامات يمكنك ان انت تستكشفها عن طريق ان انت يكون لديك نوع من انواع الاهتمام. التربية في الغالب بيكون له ميل في حتة التدريس، انت لديك اهتمام بفكرة الشرح، لديك حب لهذا النظام، بتحب التدريس، لديك هذه الملكة، ايضا تستطيع الصبر على التدريس، نظرا ان التدريس في الغالب بيكون مرهق وهي مهنة شقة، وتستحمل الكلام مع الاشخاص وتفهمهم، احيانا الاشخاص بيكون فهمهم ليس في افضل حال. كل هذه الامور بتمثل على ان انت بتحب مجال التربية عن مجال التربية الرياضية. لكن اذا تحدثنا حول كلية التربية الرياضية، هتجد هنا ان هذا الاهتمام والميول متجه نحو الحركة، الرياضة، البدني، انت وانت بصغرك بتحب الرياضة، بتلعب رياضة، بتتفرج على الرياضة، كل هذه مؤشر على ان انت بتميل الى هذه الجهة. طب انا ليس لتمتع بيه لياقة رياضية جيدة، نعم يمكنك انك تتمتع بيها في الكلية وبعد كده، لكن يكفي هذا الشغف، هذا الانقياد نحو التربية الرياضية وانت بتحب الرياضة، بتحب تدرسها والجري واللعب والرياضة، بتحب تتابع المباريات، كل هذه الامور بتؤشر على ان انت لديك اهتمام بعلوم الرياضية ولها نوع من انواع الفهم والانديكيتور او التأشير والمؤشر نحو ان هذه الكلية قد تكون مناسبة ليك. من النقاط المهمة ايضا التي يجب ان يتم اخذها في الاعتبار فكرة التنسيق داخل الكلية. الحين الكلية ايضا بتفترض مجموعة من التنسيقات زي ما احنا قلنا، ولكن واحدة من اهم هذه الامور هي فكرة وجود فرص العمل المتاحة في منطقتك. في الغالب بتميل النوادي والمؤسسات الرياضية والاكاديميات الرياضية والى اخره داخل وخارج العاصمة، في حين ان وجود فرص للتعليم ايضا موجودة خارج العاصمة ولكن ليست بهذا القدر المتوفر فيه. فمن المهم ايضا ان انت تدرس السوق اللي حواليك، هل السوق جنبية؟ لو انا مثلا في العاصمة في الغالب هلاقي مدارس اجنبية كتير، استطيع لو انا اتخرجت من كلية التربية وهشتغل في مجال التدريس ان انا اشتغل في مدارس اجنبية ودولية، استطيع منها ان انا احصل مرتبات عالية. لكن لو انا اشتغلت في اماكن ريفية ونائية وخلافه، في الغالب لن يكون هناك سوى ولنقل نوادي، مراكز شباب، مؤسسات خاصة بالعلاج الطبيعي يمكن ان انا اشتغل فيها، اذا يمكن ان هنا ان انا اشتغل في تلك الاماكن. اذا دراسة السوق وفرص العمل من حولك مهمة جدا اثناء التقييم. لو انت في احدى المناطق البعيدة في الغالب لا يوجد فيها اكاديميات رياضية او مؤسسات رياضية وخلافه، في الغالب وجود خريج من تربية رياضية
الرياضية لن يكون له هذا العامل المؤثر، في حين انك لو اتخرجت كمدرس كتير هيقبل عليك وهكذا. حاول ان يكون لديك نوع من انواع المرونة في التفكير، نظرا ان كتير جدا بيعتقد ان الامر احادي، ولكن يجب ان انت تدرس السوق ما بعد التخرج في المنطقة اللي انت ناوي تشتغل فيها باذن الله تعالى. كذلك من النقاط المميزة جدا اللي بتحسم كتير جدا من عوامل وجودك في هذه الكلية او ذاك، انك تتعرف على الكليات عن بعد. والحين احنا عملنا فيديوهات حول مزايا وعيوب كل كلية، ولكن من المهم جدا انك تعرف المواد اللي بيتم تدرسها داخل كل من الكليات وتبحث عن هذه المجالات والكتب، حتى تستطيع ان تلم وانك تعرف ما الذي يمكنك انك تدرسه داخل هذه الكلية، وحتى يكون لديك هذا الاستعداد للدخول لهذه الكلية، وان يكون لديك نوع من انواع الفهم والنظر اليها. وده هيساعدك كثير انك تطلع على الكلية ومقرراتها وموادها، وده هيساعدك على مزيد من الفهم والتطوير لهذا الجانب. كذلك من النقاط المهمة التي يمكنك انك تركز عليها فكرة التناسب مع الجنس. هل انا مثلا لو انا تخرجت من كلية التربية كسيدة بالتحديد، في الغالب هلاقي فرص عمل كمعلمة، ولكن كمعلمة رياضية هل هلاقي كتير جدا من المدارس بتقبلني، ولا في الغالب بيكون التركيز على الرجالة؟ كل هذه الأمور يجب أن يتم أخذها في الاعتبار مع تحليل السوق اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية. وانت بتبحثي وانت بتبحث يجب ان انت تربط ما بين التخرج وما بعد التخرج، حتى يكون لديك هذا الفهم الواضح لهذه الصورة الكلية. لا يمكننا واحنا بنقيم ما بين الكليتين ان احنا نراعي ضغط الأهل وكذلك رغبتهم. الحقيقة كتير جدا بيفشل في إقناع والديه، ولكن من المهم جدا ان انت تشوف رغبة والديك ايه. هل هم متجهين نحو كلية التربية ولا تربية رياضية؟ طب انت قبل ما تسمع الاهل، انت وفقا للكلام اللي احنا اتكلمنا عليه، ازاي قدرت ان انت توصل الى مجموعة من المعايير، وهذه المعايير ازاي انت ممكن تقنع اهلك بيها، تقول لهم يا والدي انا حابب ندخل كلية التربية لاني شايف ان المواد بالنسبة لي مهمة، شايف ان فرص العمل كذا. حاول ان انت تقنعهم برأيك حتى تستطيع ان انت تكتسب رأيهم. حاول الا تعصيهم والا يغضبوا عليك، ولكن راعي دوما رضاهم، وكذلك حاول بقدر الامكان ان يكون لديك مسايسة معاهم وتتكلم معاهم بصدق حتى تسمع منهم رأيهم. لن ننسى قبل ما احنا نقفل هذا الفيديو ان احنا نراعي ايضا وجود نوع من انواع الفاميلي بيزنس. هل مثلا اهلك او ناس كتيرة من قرايبك شغالين في مهنة التعليم، بيسافروا في الخليج؟ كل هذه الامور قد تؤدي الى ان انت تدخل مجال كلية التربية، نظر انها قد تمثل عامل مهم جدا ورئيسي في كيفية اختيارك لهذه الكلية واختيارها، نظر لانها هتلاقي فرص عمل بعد التخرج ان شاء الله تعالى. وكذلك لو كان كتير جدا من قرايبك وزملائك واهلك شغالين في مجال التربية الرياضية، وفي الغالب بعد ما تتخرج هتسافر ولا هتشتغل في مكان هم يشغلوك فيه، ارجوك ايضا لا تهمل هذا العامل، نظر انه قد يكون مؤثر خاصة للعديد من الاشخاص انهم يجدوا فرص عمل بعد التخرج باذن الله تعالى. في النهاية تلاحظ بان الفرق ما بين كلية التربية الرياضية والتربية بيعتمد على مجموعة من العوامل اللي احنا اتكلمنا عليها في هذا الفيديو، ولذلك من المهم جدا انك تعرف هذا الفرق حتى يكون اختيارك على عامل جيد واساسي باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شايفني رد عليها في التعليقات او الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.